حتى يتبين لهم أنه الحق. الإسلام حريص على أن يغني كل المجتمع. ممنوع في الإسلام أن تتركز الثروة في أيادي القلة القليلة من البشر. هذا التركز للثروة في الأيادي القلة القليلة من البشر يؤدي لانهيار الحضارات. وهذا ليس كلامي، هذا كلام لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. أجروا دراسة محاكاة بالسوبر كمبيوتر، استخدموا تقنيات متطورة جدا لمعرفة أسرار سقوط وانهيار الحضارات من الحضارة الفرعونية إلى الرومانية إلى كذا عبر التاريخ. وجدوا أن هناك سبب رئيسي جدا، غير عوامل الطقس والجفاف، هناك سبب رئيسي لانهيار أي حضارة، هو أن تكون الثروة متركزة في أيدي عدد قليل من الناس، ومعظم بقية الناس يعني دون الصفر. هذه الحالة تؤدي لانهيار الحضارة مهما كانت قوية. وتنبأوا بناء على ذلك بانهيار الحضارة الأمريكية. وكالة ناسا أيها الأحبة، لسنا نحن وليس مركز أبحاث إسلامي، هذه وكالة فضاء الأمريكية ناسا تتنبأ بسقوط أو انهيار الحضارة الأمريكية بسبب أن هذه الظاهرة تزداد. طيب ما سبب هذه الظاهرة؟ سببها الربا، لأن القلة القليلة من الناس يأخذون أموال ملايين الناس ويعطونهم القليل. القليل الذي يأخذه كل واحد لا يغطي الارتفاع السنوي والتكاليف التي ترتفع سنويا بشكل طبيعي، تكاليف المعيشة أو التآكل العملة لا تغطي ذلك، فيبقى هذا الفقير فقير أو يزداد فقرا، بينما الغني الذي أخذ مثلا من 1000 شخص أموالهم يزداد غنا، وهؤلاء إما يبقى كما هو أو يكون يعني يزداد فقرا. الذي سيحدث زيادة عدد الفقراء بالمقابل لدينا مثلا كما يقولون 1% يملكون معظم ثروات العالم، 1% فقط، وهذا شيء غلط الإسلام يحرمه. ممنوع في الإسلام أن تتركز الثروة في أيدي القلة القليلة، لأن هذا يؤدي لانهيار الحضارة. إذن الإسلام عندما منع الربا هو يريد لك الخير، يريد الخير للبشر جميعا. استمعوا معي إلى هذه الآية أيها الأحبة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه الآية فسرت خطأ، أن الشيطان يستطيع أن يتلبس إنسان ولا يخرج منه، فيأتي المشعوذ ليضرب هذا الإنسان، ويقول بعض الآيات ليخرج هذا الشيطان. هذه الخزعبلات لا تصدقها أيها الأحبة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سأثبت لكم أن الشيطان لا يمكن أن يتلبس إنسان. لماذا؟ لو كان لديه قدرة على تلبس إنسان لتلبس العلماء والدعاة، وتلبس النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء. لماذا يأتي على أناس مهمشين ليس لهم أي دور فيتلبسهم؟ يعني هذا بالمنطق. نحن الآن كل ما نقدمه من إعجاز علمي كله ضد الشيطان، لماذا لا يتلبسنا مثلا لو كان أصلا لديه أي قدرة أو أي نوع من القدرة أنه يسيطر على المؤمن؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لا يوجد أي سلطة، سلطته فقط أنه يراكم، إنه يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترونهم. إذن هنا معنى
يتخبطه الشيطان من المس، هذا ينطبق على الذين يعتقدون أن الشيطان قادر على إضرارهم، ويعتقدون أن الشيطان قوي ويؤمنون به ويؤمنون أنه قادر على إيذائهم مثلا، فتجد أن هذا الشيطان يستولي عليهم، يستحوذ عليهم، وبالتالي هذا النوع هو الذي يتخبطه الشيطان المس، لا يدري أين يذهب يمينا أو يسارا. فالذي يأكل الربا هذا هو، لا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني هو يريد أن يقنعك أن البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. استمعوا أيها الأحبة، نصيحة أخ محب لكم، هل أنا مقابل مكسب مادي ظاهر ليس مكسب؟ صدقوني ليس هو مكسب. من يظن أنه إذا أخذ أموال عن طريق الربا أن هذا مكسب له، ليس مكسبا له، لأن هذه الأموال ستكون دينا عليه، ربما تتغير الظروف ولا يستطيع أداء هذا الدين ويدخل في مشاكل وهموم وأشياء أخرى يعني. لذلك أيها الأحبة، في الدنيا يكون لديك مشاكل، طب في الآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طب هل يعقل أنا أضع نفسي في النار من أجل مثلا شيء دنيوي؟ والله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثقتي بمن تكون أكبر أنا كمؤمن؟ أنا أدعي الإيمان ثم أذهب لأخذ أموال بالربا؟ أنا إنسان أدعي أنني مؤمن، فهذا يعني أنني مقتنع بالقرآن. طيب القرآن يقول لي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لماذا لم يقل رب العالمين من ذا الذي يقرض الناس؟ قال يقرض الله، ليأخذك، يأخذ انتباهك وأنت تعطي هذا المال، أن هذا المال أصلا هو مال الله وأنت تعطيه لله عز وجل، فلا تهتم بالزيادة أو النقصان، يكون همك هو الله عز وجل. رأيتم أسلوب القرآن الرائع أيها الأحبة؟ لماذا الآن الناس فقدوا الثقة فيما بينهم؟ لأن أي إنسان عندما يعطي هذا المبلغ ينظر للمبلغ، ماذا سأستفيد، لا يجعل نظره باتجاه الله وتفكيره باتجاه الله ويقول ماذا سيعطيني الله، لا يسأل هذا السؤال للأسف. طبعا هناك ناس يفعلون ذلك ولكن قلة قليلة. لذلك الله عز وجل قال من ذا الذي يقرض الفقير؟ لا، المحتاج، لا، الله يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. تصور أن الله سيضاعف لك هذا الأجر ويضاعف لك هذا المبلغ أضعاف كثيرة كما في الآية السابقة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن أيها الأحبة انتبهوا رجاء، وخذوا بنصائح القرآن وخذوا بنصيحة الله لكم، لا تضيعوا هذه النصائح. الله يناديك أيها الإنسان، الله يخاطبك أنت شخصيا عندما تقرأ هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. تخيل أن الله هو الذي يناديك، يقول لك أنت من ستقرض الله قرضا حسنا إذا أعطيت هذا المحتاج، دون أن تفكر بالزيادة أو النقصان، أو حتى دون أن تفكر أنه قد يعني يذهب ولا يعود، لا مشكلة، المهم أن يكون تفكيرك بما عند الله، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. المال بيد الله يؤتيه من يشاء، وبالتالي أيها الأحبة
خذوا بنصيحة القرآن. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.